السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات، حياكم الله. الآن بإذن الله تعالى نبدأ الدرس الأول في القراءة للمبتدئين، هذا للمستوى المبتدئ أو المتوسط، أيضا المبتدئ في المتوسطين، فحياكم الله جميعا. طبعا طريقتنا في هذه الدورة بإذن الله تعالى نحاول قدر الاستطاعة أن يكون هناك يومان في الأسبوع لهذه الدورة بإذن الله تعالى، ونحاول قدر الاستطاعة أن نقرأ أكبر قدر ممكن من النصوص. إن شاء الله تعالى ستكون معنا بعض الكلمات الأساسية، غالب الكلمات إن لم يكن كل الكلمات التي سترد معنا بإذن الله تعالى هنا هي من الكلمات الأكثر استخداما في اللغة الإنجليزية، لذلك إذا حفظت هذه الكلمات بإذن الله تعالى ستجدها في نصوص أخرى، ولذلك من المهم جدا أن نحفظ الكلمة عبر ثلاثة أشياء. أول أمر وهو مهم المعنى، ثم الإملاء، ثم الصوت النطق، ولذلك يحسن تسجيل هذه الكلمات في دفتر خارجي أو في الجوال، وأيضا حفظ المعنى وأيضا الإملاء والنطق كما قلت. طيب جميل، آمل ترك الأسئلة في آخر الدرس بإذن الله تعالى لكي لا نشتت الذهن. الآن سنقرأ ويعني نبدأ في القراءة بإذن الله تعالى، فحياكم الله. بإذن الله تعالى سأحاول أن أسجل هذه، أن أحفظ هذا الدرس، وسأنقله بإذن الله تعالى إلى قناتي في تليجرام English 997. جيد، سنبدأ الآن بإذن الله تعالى لكي لا نطيل في الوقت. طبعا هذا النص الذي سنقرأ من الكتاب الذي أشرت إليه Reading Power، وهو المستوى بيسك الأساسي، وهناك أيضا مستويات مختلفة، لذلك نستعين بالله سبحانه وتعالى ونبدأ. حاولوا أن تقلدوا نطقي أو قراءتي إلى حد ما، البعض أو الأغلب قد لا يستطيع، هذا لا إشكال أبدا. الفكرة أيضا، وهذه نقطة مهمة جدا، لا تحاول فهم كل شيء في هذا النص، جميل، حاول أن تفهم الأشياء العامة، مثلا أين المكان، أبرز الأشياء الموجودة هنا مثلا، وأشياء أخرى. جيد، مهم جدا ألا نركز على التفاصيل، وأيضا ليس بالضرورة أن تفهم كل كلمة مكتوبة لديك، جميل. طبعا مقدما أعتذر لكم، أنا في مقهى، ولذلك ربما تكون هناك يكون هناك شيء من الإزعاج، فعسى الله تعالى يسر الأمر. الآن ننتقل إلى النص وحياكم الله. بسم الله. This is easy reading, inshallah ta'ala, lesson one. Let's start now. دعونا نبدأ. Alright. Alright. هذه الكلمات معنى وستمر أيضا. نأخذ الكلمة الأولى من اليسار. Once. لن أقرأ العربي لكي لا يذهب الوقت سريعا. live، ننتبه هنا، live. الكثير منكم ربما يعرف كلمة live، نفس السبيلنج الإملاء لكن معنى مباشر هنا، live، نطق live. طيب took care، took care مأخوذ هذا الماضي، الفعل الأساسي take care، يعتني بكذا أو بشخص أو بأي شيء، أيضا took care اعتنى بكذا. town الكلمة الأخيرة better جميل، ثم بعد ذلك them farm work hard، هذه كلمتان يعني بمعنى واحد، work hard نستخدمها سواء معا. keep sell. طيب سندخل الآن في النص، طبعا أنا قسمت النص إلى أجزاء لكي تسهل عليكم القراءة بإذن الله تعالى.
دائما أي نص لابد أن يكون له عنوان The Farm Girl and the Milk. قد يكون هناك بعض الأخطاء البسيطة جدا اللي بسبب الطباعة, مثلا The Farm Girl المفترض أن يكون هناك مثلا The Farm Girl and the Milk. جميل, أخذنا معنا كلمة Farm و Girl سهلة و Milk أيضا سهلة. طيب, Once there was a girl who lived on the farm. مرة أخرى بشكل أسرع. Once there was a girl who lived on the farm. جميل. لا يعني حاول ألا تترجم جميع الكلمات. Every day she took care. نلاحظ نطقها كلمة واحدة. Took care. لدينا took ولدينا أيضا care. فندمج الكافين مع بعض. Took care of the cows. She milked them. نلاحظ هنا milk استخدمت هنا فعلا. جميل. She milked them. طبعا من الأخطاء التي ذكرت لكم هنا مثلا نقطة, المفترض يكون هنا نقطة cows نقطة ثم she milked them. And then she made. Made الماضي من make. جميل. She made butter and cheese. Butter and cheese. آمل إرجاء وتأخير الأسئلة إلى آخر حلقة بإذن الله. You can have this milk. You can take it to town and sell it. Then you can keep the money and buy something nice. جميل. طيب نعود الآن. هذه الجملة. You can have this milk. بإمكانك أن تأخذي هذا الحليب. You can take it to town. وبإمكانك أخذه إلى المدينة أو البلدة. And sell it. Sell it. Sell معناها يبيع. جيد. ودائما إذا أتت كلمة it, نلاحظ كلمة it نربطها مباشرة بالكلمة التي قبلها. Sell it. ما نقول sell it. Sell it. طيب. Then you can keep the money and buy something. وتشتري. Buy يشتري. Something nice. كيف السرعة؟ مناسبة ولا سريعة؟ أنتظر ردودكم. مناسب. جميل. جميل. بالمناسبة أكرر, هذه الدورة للمبتدئين, فمن هو فوق المستوى المبتدئ قد يرى أنها مملة. جميل. طيب هذه جملة أخرى من الكلمات, مجموعة أخرى من الكلمات. went الماضي من go. go. جميل. go الماضي منها went. on the way. on the way معنى على الطريق. think. think لها معنيان دارجان, يعتقد أو يظن, أو أيضا لها معنى يفكر. جيد. grow. grow. stone. stone. thought. thought هذه thought هي الماضي لكلمة think. جميل, هذا المضارع وهذا هو الماضي. نلاحظ أن gh لا تنطق أيضا في الغالب. في الغالب gh في الوسط لا تنطق في الغالب. جميل. أيضا هذه مجموعة أخرى من الكلمات. foot. foot تعرفونها لكن من باب التأكيد تعرفون كلمة football. football. جميل. hit. hit. dress. dress. few. few. want. want هو النفي من
will 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 not لكن تختصر want أيضا will not تختصر إلى want see سهلة جميل الآن نبدأ في أيضا بقية القصة so the farm girl went to town لاحظ went ذهبت went to town with milk on the way على الطريق she thought ظنت أو فكرت this is good milk this is good milk I can sell it نلاحظ sell it ما نقول sell it I can sell it for a good price price تعرفونه طبعا سعر then I can buy some eggs أيضا أفترض أنكم تعرفون كلمة eggs البيض I'll لنلاحظ هنا I'll اختصار لكلمة I will سوف I'll keep the eggs سأحتفظ بالبيض and soon تعرفون soon تجدونها على المحلات وأيضا المولات soon قريبا and soon I'll have chickens أيضا تعرفون chickens دجاج chickens grow fast نلاحظ grow تكبر أو تنمو جميل in a few months in a few months مرة ثانية I'll have more eggs and more chickens نلاحظ then I can sell the chickens and buy a new dress. نلاحظ new هذه تنطق new في الأمريكية أو أيضا في الأمريكية تنطق new. جميل. New dress. Dress فستان مرت معنا قبل قليل. It will be a beautiful dress. Beautiful أيضا ممكن تسمعونها في الأمريكية beautiful beautiful لكن لا عليكم إذا نطقتوها beautiful أيضا مفهومة وجميلة It will be a beautiful dress طيب ننتقل أيضا next All the young men sorry all the young men here E هذا أيضا من أخطاء لأن الكتابة سريعة men M-E-N هذه man مفرد رجل المقصود بها men رجال all young men will look at me but I won't مرة أخرى won't لن I won't talk to them I'll wait for a rich man or a prince A prince, you know prince, أمير. Rich, أيضا غني. رجل غني أو أمير. جميل. Next. The farm girl was very happy. She walked. نلاحظ walk. هذا walk يمشي. أيضا walked الماضي. She walked down the road. And closed her eyes. Close. تعرفون في المحلات. Close. Open. Close. أغلقت عينيها. أغمضت عينيها. She closed her eyes. بدأت تتخيل الآن. تفكر. Think. She was thinking. نلاحظ كلمة think الآن. She was thinking about the prince. She didn't look down at the road. She didn't look at, oh sorry, look down the, at the road. يعني لم تنظر إلى الطريق أو لم تنتبه للطريق. So she didn't see a large stone. يعني لم تنظر إلى إلى الطريق إلى الأسفل. So she didn't see a large stone. Large تعرفونها? Large, small, the opposite, عكسها, small. Stone, a large stone, صخرة أو حصات. جميل. طيب.
طيب هذه قطعة أطول، نفس القصة لكن لعلها أطول عشان تطيلون القراءة بشكل أفضل إن شاء الله. Her foot، نلاحظ her الملكية لها أو هي، foot قدم، قدمها هذه الملكية. My foot قدمي، her foot قدمها، his foot قدمه. Her foot hit the stone، لاحظ hit ضربت الحصى. And down she went، سقطت. Down went the milk، أيضا سقط الحليب. To معناه أيضا هنا، to لاحظ double O. All over the road، على أنحاء الطريق، على الطريق كله. جميل. And that was the end of the eggs، لاحظ the end نهاية، of the eggs and the chickens نهاية البيض والدجاج. The dress الفستان and the prince، انتهت الأحلام كلها بسقوطها. So مرة ثانية again. And that was the end of the eggs and the chickens, the dress and the prince. جميل. طيب الآن لدينا بعض الأسئلة. جميل. المفترض في هذه المرحلة أن يكون أسئلة عميقة، ستكون أسئلة بسيطة جدا أيضا. نعم تستاهل. طيب الحلم طيب والطموح طيب، لكن أيضا لابد أن تبصر طريقك وتعرف أيضا المعوقات أمامك. جميل. questions، أنا سأسأل سؤال وأعطوني الإجابات، المعذرة لعلي أقلب الجوال لكي أرى مشاركاتكم. بسم الله. أسئلة بسيطة، سؤالان بسيطان جدا. Where does the girl live؟ Where does the girl live؟ من يعطينا ترجمة السؤال؟ وإياكم. Where does the girl live؟ Hello. Yes, welcome. Welcome all. جميل. أين تعيش أو أين تسكن؟ أين تسكن الفتاة؟ أفضل وأفضل. أو أين تعيش؟ Good. So the answer is, where does the girl live؟ طيب الإجابة، the answer، it is okay. No problem at all. You're most welcome. Brilliant. Yes, well done. Yes, more. There is a short answer and there is a long answer. She live in a farm or she... Yeah? Walaikum salam wa rahmatullah. Brilliant. She lives. Excellent. She lives. Brilliant. She lives on the farm. كما مرت معنا. الورد في النص on the farm، لكن in أيضا مقبولة. ما راحت الحيدر أبد، ما بد راحت إلى الآن. I'm not sure. Alright, so she lives on the farm. Excellent. المساء. Alright, next one. تكوين الجمل هذه في الكتابة، يعني ما ودنا نخلط القراءة بالكتابة. المساء، نعم المساء. Alright, next one. The next one. What are the animals in the story؟ طب أنا أحاول أبسط السؤال، هناك طريقة أفضل في هذا لكنها تكون أحيانا صعبة على المبتدئين. So what are the animals in the story؟ من يعطينا ترجمة السؤال؟ Cow. Yes.
جميل. ما هي الحيوانات أو ما الحيوانات في القصة التي ذكرت في القصة؟ جميل. So do you remember? Do you معنات هل؟ Do you remember؟ هل تتذكر؟ هل تتذكرون؟ Yes. Someone said cow or cows. Cows, chickens. Mm-hmm. Brilliant. طيب جميل. لو سألنا سؤال أعمق شوي نشوف أيضا ال what does the girl think of or what was she thinking of, what was she thinking of. All right, eggs and house are not animals. Rabbit is not mentioned. الأرنب أيضا غير مذكور. All right, I'll repeat the story quickly. Let me see if I have that one. By the way, these عفوا. طيب. She was thinking of a prince and a dress. Excellent. هذه حساباتي في جميع الموحدة طبعا English 997 في انستغرام سناب شات في تويتر يوتيوب تيليجرام يوتيوب أيضا على ضعف. جميع المحفوظات لدينا الدروس السابقة الدورات السابقة المجانية موجودة في قناتي في تيليجرام. جميل. لذلك من أحب أن يرجع إلى هذه الدروس سيجدها هناك. Alright, let me show you the here Instagram course. No matches. Alright. Okay. هذه هي القصة. سأقرأ من الكتاب مباشرة. جيد. لعلها غير متوفرة الآن معي. طيب. هل الصورة واضحة الآن؟ نعم أعلن عن البث قبل يومين تقريبا. سيكون اليوم إن شاء الله تعالى انتهينا إن شاء الله وأيضا يوم الأحد القادم لعله إن شاء الله تعالى يناسب الجميع. الأحد القادم سيكون بثنا إن شاء الله تعالى. طيب واضحة الآن؟ أتمنى لو فيه طريقة لسماع قراءتكم. لا أدري إذا كان هناك أول مرة أنا أبث بهذه الطريقة لكن إذا كان هناك طريقة لسماع قراءتكم عادة نكون الساعة 9 بإذن الله تعالى. ها alright. طيب خلنا الآن نقرأ. جميل. من الأعلى من العنوان. العنوان ما معنى عنوان؟ كل القنوات التي لدي في الحسابات التواصل الاجتماعية هي English 997. لعلي أكتبها الآن قبل قليل الآن عفوا. طيب أوكي let's start now. The farm girl and the milk. Once there was a girl who lived on a farm. Every day she took care of the cows. She milked them and then she made butter and cheese. Butter or butter, كلها صحيح. نلاحظ butter spelling هنا B-U. ننتبه. She made butter and cheese. One morning, her father said, "You are a good girl. You work very hard. You can have this milk. You can take it to town and sell it." Then
you can keep the money and buy something nice. Next paragraph, الفقرة التالية هنا. So the farm girl went to town with the milk. On the way, she thought, this is good milk. I can sell it for a good price. Then I can buy some eggs. I'll keep the eggs and soon I'll have chickens. Chickens grow fast here. Chickens grow fast. طبعا الأفضل ألا نستخدم الإصبع أو القلم. ربما في البدايات نحتاج إلى القلم والإصبع، لكن لاحقا الأفضل ألا نستخدمه لكي العين ترى بشكل كبير. Again here. In a few months I'll have more eggs and more chickens. Then I can sell the chickens and buy a new dress. It will be a beautiful dress, a beautiful dress. All the young men will look at me, but I won't talk to them. I'll wait for a rich man or a prince. Yes, I'll marry a prince. The farm girl was happy. She walked down the road and closed her eyes. She was thinking about the prince. She didn't look down at the road, so she didn't see a large stone. Her foot hit the stone and down she went. Down went the milk, too, all over the road. And that was the end of the eggs and the chickens, the dress and the prince. And wish you all the best. أحلام الفقراء أحيانا تتحقق بإذن الله. طبعا هذا هو الكتاب لمن أراد شراءه. Basic. ننتبه لكلمة basic هنا. جيد. Basic reading. Basic reading power. جميل. طيب الآن نترك المجال للأسئلة، إذا لديكم أي أسئلة تفضلوا. نعم تفضل. الكتاب الآن موجود في الأعلى. Basic Reading Power. بإذن الله سأحفظ إن شاء الله تعالى، ولعلي ما أضيع أول مرة أو بث مباشرة. طبعا القراءة، تسريع القراءة يكون بحفظ الكلمات والعبارات. كلما زاد عدد الكلمات لديك تسمى Sight Vocabulary، مفردات الرؤية، كانت قراءتك أسرع. لا ليس ضروري أن تشتري كتاب. لا أدري إذا كان موجود في النت، لا أدري صراحة. غالبا تجدونه في جرير أو في المكتبات المختصة بالمقررات الدراسية، لكن جرير غالبا نعم. متى نستخدم does do بعد الأسئلة؟ حسب الفاعل أو الذي نسأل. مثلا نقول what does he ولا what do they. تعرفون مثلا أن he she it مثلا تأخذ does، وthey you وare مثلا عفوا you تأخذ do مثلا. فمتى ما وضعناها يعني نستخدمها مع الضمير المناسب أو الأسماء. مثلا the girl، what does the girl. girl مثل she، مثل he، مثل it، مفردة، مفرد. إذا كانت الكلمة مفردا نستخدم does، إذا كان جمعا نستخدم do. لما فهم السؤال، ما الأفضل نطق close or near؟ close قصدك. أي نعم، close معنى قريب. مرحبا بك، حياك الله.
درس ماذا؟ سوي درس في ماذا؟ I will تنطق I'll أيضا. did طبعا did للماضي. إذا أردت أن تتحدث عن الماضي تستخدم did، لكن إذا أردت أن تتحدث عن شيء في الوقت الراهن جيد أو عن عادة تستخدم إما does أو do. ومثل ما قد قبل قليل does تستخدم مع المفرد ودو مع الجمع باستثناء كلمة I. I what do I مثلا هذه. طبعا تركي ما تعرف ترد، هذا شيء طبيعي للمبتدئين. دائما المبتدئ لا يستطيع أن يكتب أو يتحدث إلا بأشياء بسيطة جدا، لذلك دائما القاعدة المهمة جدا نطور القراءة بالقراءة ونطور الاستماع بالاستماع ونطور المحادثة بالمحادثة. طبعا كيف تأتي للمحادثة؟ مثل ما يقال أيضا، إذا أردت أن تكون كاتبا جيدا فكن قارئا جيدا، وإذا أردت أن تكون متحدثا جيدا فكن مستمعا جيدا. فذلك لا بد أن تكثف من الاستماع لكي بعد فترة ربما شهرين أو ثلاثة تستطيع التحدث بشكل مناسب إن شاء الله تعالى. جزما، الكلمات قبل القواعد. أنت الآن في اللغة العربية تعرف القواعد اللغة العربية كاملة أو خلنا نقول ربعها. لم نبدأ في تعلم قواعد اللغة العربية إلا في الصف الرابع ابتدائي. قبل كنا نحفظ كلمات وعبارات نسمعها من أهالينا